السلام عليكم. يوم الاثنين هو السابع شهر 8 شهر اوت. هذا هو مكناس مع مور الربعة، حرارة 8.3. جو مغيم، السما مسقفة، ماشي داك الغيام ديال الشتا، الغيام ديال الحرارة. هذا الغيام ديال الحرارة. هذا مطعم وليلي على اليسار، شارع محمد السادس، هذا المسجد المحمدي على اليسار. غادي ندوزو على شارع عبد الكريم الخطابي السباته، نطلعوا معاه حتى الزيتون. زوزين في الحقيقة اللي هنايا بحال صيفيطة، بحال هذا الاخر سيما بوا اللي هدا. هادو كون كان مثلا خرجوا شوية على برا من المدينة، هاد البليصات هنايا راه يجيبوا لهم الملاية. في الحقيقة اللهم عمارات ولا معامل، باش المعامل خطرة خطرة راه تيطلقوا شي شوية ديال، وما ماشي بحال هذاك وزين عيشه ديال البساتين، ولكن المهم حتى هما خطره خطره تيطلقوا تيديروا البركه. يعني يكون كان يبعدوا، يعني الارض هذه تجيب لهم 20 مره الارض في بلاصه اخرى. يعني عندهم هنا قطار يجيب لهم 20 قطار او اكثر ولا صفرة. هذا شارع عبد الكريم الخطابي، هذا بورد، هذا هو على اليمين، هو بورد، هذا البلوك ا. اذا بقيت عاقل كاين ال ا وال بي وال سي وال دي والتحتاني، دي تيطلع لي تيران ديال. واه الا بقيت عاقل راه من 80 انا فاش قبضت الباك. 40 عام زيد عليك.
سعيد باقي يسد، سعيد مول كاسكروت تيدير كاسكروتات ما بيهمش، كان حتى الاخر العصفور التحتاني حتى هو تيدير دي ساندويتش رخاص زوينين. هذا مسجد الحسن الثاني، واش ديال السباته ولا ديال بني محمد؟ شكون يقول لنا واش هاد المسجد ديال السباته ولا ديال بني محمد ولا ديال ديور الجداد؟ ديور الجداد محسوبه على بني محمد. هذه القهوة نتاع فيرونيكا، نتاع الموح، شحال هذه ما شفت الله يذكره بخير. هذه ثانوية علي الفاسي، على اليسار الأكاديمية الثانوية الإعدادية. هذيك اللي كتبان على اليسار راه الأكاديمية الدار البيضاء، اللي تيقول له قصر البيضاء. وفي الحقيقة كون ولا العموم هو دابا باين مزيان، وكون كون ردوه زعما يدخلوه في التراث. لحقاش تراث مكناسي هذا، هذا علاش ولا ميليتير؟ تنظن انا من دوك فاش دخلت فرنسا في دوك البداية نتاع 1900، في البداية يمكن في 1909، ما بين 1909 و 1912 جاو حطوا داك هنا لو كون دي زوليف سماوه هنا، كاين لو كون بوبلا اللي حطوا في كاين دابا الانستيتيو فرونسي، وكاين لو كون دي زوليف هو هذا اللي كان هنا. داكشي يمكن علاش بقى ميليتير وداروا فيه الاكاديمي، الله اعلم. انا هي كنقول هذا قبارة سيدي عياد، ورحنا دائما في شارع عبد الكريم الخطابي. ندير واحد الوقيفة هنا في الجبابرة حدا السبيطار، هادو ولاد الفاسي، واحد على اليمين وواحد على اليسار. محمد يمكن على اليمين وعبد الجواد على اليسار. ولد سي محمد كاين على اليسار حتى هو، تيدير داك الشيء تاع القرمود وداك الشيء تاع هادي الجبابرة. سعود وثلاثين لا وقيلة من اللي وقفت دون الهندية. كافي إيناس إيناس درست سكينة بنة الحسين. هذه بن الرومي.
عاد الماء اللي تيلو حتى يولي يطلع الحراره وصافي. هذاك تيحيد الحراره من الارض وتيطلع وتيطلع. اسمحوا لي هاد الدجاجه خصني نمسحها. فريد الأنصاري وصلنا، وصلنا حجة وزيارة. نرجعو على المعاركة. مدرسة عبد الله الشفشاوني اليمين. هذه كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل. ها واحد الجريدة ان اسباس فيغ صغيرة ولكن المهم تقضي حاجة. هذا باب الخستير. دابا هذا باب القزدير حنا تندوزو فيه عادي، دوز عندنا عادي يا تندوزو صافي. حدين اخرين راه كل قوي يعطيو فيه الملاير. اعطيكم مثال، هي امريكا. امريكا ما عندهاش حضاره قديمه كيف كتحاول باش تجيب شي حاجه تمثل شي حاجه اللي تعطي هذاك الاحساس نتاع راه عندهم واحد الاصل وعندهم واحد التاريخ من هذاك واحد الرخام. واحد الرخام عندنا حنا رخيص، واحد الرخام كحل تيبان بحال قديم. هذاك الرخام تيشريوه بالثمن، تيشريوه بالثمن تيديوه تيديروه في الديور ديالهم في القصور ديالهم هذا باش تعطيهم ذاك الاحساس بانه راه ذاك الشيء عندهم قديم، عندهم عندها علاقه مع التاريخ فهمتي. ما دابا بحال دابا كل القواعد باب القزدير تقول لهم مثلا تبيع لهم باب القزدير، اي هزو بياس دي طاشي طريفه تيهزو يقطعوه طريفات صغار ويديوه ويعاودوا يبنيوه عندهم تما يعطيو فيه الملاير. هذا هذا الباب هذا شي حوايج حنا ما كنحسوش بالقيمه ديالها فهمتي، ما تنحسوش بالقيمه ديالها. بحال بحال الصحه فاش يكون واحد صحيح والزيغه والصغر فهمتي، ماشي بحال واحد انسان فاش يكبر وتيطيح الطيحه الاولى والطيحه الثانيه وتيحس بالمرض وتيعرف بانه راه يعني الصحه هي كل شيء، ما تيولي كتبان له حتى تبان له الصحه انت اللي عند عند الاخرين. هذاك المثال الشهير نتاع نتاع الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. هاد الصور هذا هو تيبان لنا حنا تنشوفو شوف عادي راه صور وصافي. واحد اخر راه يبقى يجلس هنا هنا يجلس تحت كرسي واحد قهوي يبقى يشوف غير في داك الصور. هذا شارع فريد الانصاري ان شاء الله راه غادي راه خدامين فيه. اليوم تنضل اليوم الاحد، اليوم الاثنين غادي تكون
تكون زاد شوية الخدمة. اليوم الاثنين، اليوم هو السابع في شهر غشت، كزال الحرارة. دابا راه حنا دابا راه كاينة بشجل 40 ماكسيموم، غتكون يمكن 42، ولكن يعني دابا راه الخمسة بالضبط نيشان، تنظن هذه هي وقت الماكسيموم، خمسة هي وقت الماكسيموم. يمكن تبدا تعطي الحدورة دابا، تعطي الراس نتا، ولكن راه باقا الحرارة، يعني كاين على الأقل واحد 10 أيام د الحرارة باقا، 40 42، وهي غدا مثلا كاين 44. هذا باب كوبيش على اليمين، باب كوبيش بالأبراج ديالو، عندو جوج د الأبراج، واحد من اليمين واحد على اليسار. وليني باب كوبيش الحقيقي عاد غادي يعاودو، عاد غادي يديروه كما كان في الاصل، لحقاش فاش عاودوه اخر مره ما ربطوهش كي كان في الاصل ديالو، ولقاو شي صور، شي صور ديال باب كوبيش قديمه عليها غادي يردوا الباب كي كان. داكشي زيدون علاش باب الخميس زادوا فيه دوك الزيادات اللي زادوا من هنا، دوك الجناب ودوك التقاوس اللي زادوا. باب بردعين راه مازالين خدامين فيه، حتى هو زادوا فيه شحال من حاجه. ها الشركات الجت هي يعني بغاو يردوا داكشي كي كان في الاصل. والاشغال كان عنقولها، خصني نبقى نقولها ونعاودها باش الناس يعرفوها، بانها بدات في 2019 وغتسالي في 2023 الى ما حسبناش التوقف اللي كان خلال فتره كورونا. اذا نشوفوا اليوم الاثنين شنو زادوا في اللي هادو تصطحوا هنايا، تقاصوا بوطال بوطلو شويه اخبار الشوك اللوراني ليل دغوا، ليل دغوا. اذا يعني شوفوا الطروطوارات اللي حيدوا من هنا، جبال صورت نيس فاش كنت طالع العين السلوكي، راه صورت في العشيه. دابا عاوتاني راه غادي يبان لينا الفرق. هاد المقيط على الوسطاني اللي داروا ووقفوا هنا لي تروطوار، ها هما هنا ركبوا لي تروطوار. التروطوار هما خدامين على اليسار، التروطوار هو على اليمين وعلى اليسار، راه خدامين فيه، هو على اليسار ردو السينتا مزيان تشوفوهم راه خدامين. وحتى هادو اللي تنظن هما قدامنا على اليمين عاود هما خدامين في التروطوار. كاين شي بليصات دارو فيهم محدورين. البيطون حريره تحط عليها الطريطوار سيما والكاياس. هذه الخمسة وربعة ديال الدقائق حرارة رجعت ل 39. كاين
بعض المرات اللي متى يهرسوا شي بلايص بحال ما مرات ولا الا كان شي حاجه اللي لابد ما تيخليوها حتى للتالي، ما راه كلشي غيتقاد، كلشي 3 متر ديال البيتون اللي غتكون ما فيها لا الا ولا حتى. اذا ها هو على اليمين وعلى اليسار، هنايا كاينه انا كانوا مغلضين القضيه، كانوا الناس واو هادي تقدقوها مزيان. يعني ما قطعوش لديك الجهه، مو حال واش غيصاوبوا ديك الجهه اللي من لهنا. نظن هنا النهاية ديال الأشعال، تكون هذا شارع محمد السادس. إذا خرجنا من شارع فريد الأنصاري، هذا شارع محمد السادس، هذه كيفوك وهذه لابيرلا آيس هي اللي في الشوكة. شارع الإخلاص، ومسجد الإخلاص هو اللي كاين حدا السويقة نيشان. السلام عليكم.